بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم الله بالصف الثالث الثانوي على قناة مستر استاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. كل عام وأنتم بخير. فصل دراسي جديد إن شاء الله، الفصل الدراسي الثاني على بركة الله إن شاء الله. هنبدأ بإذن الله معاك مباشرة في المنهج إن شاء الله مع الفصل الدراسي الثاني من كتاب المعاصر عام 2022، متابعين للمنهج الجديد بتاعك ان شاء الله. النهارده هنبدا مع الوحده السابعه، الدرس الاول والثاني هنشتغل زي ما قلنا من كتاب المعاصر، ونبدا النهارده ان شاء الله معاك بالتمرينات او تدريبات الفوكابلري تحديدا، وبدايتها الصفحاتها قدامك، وده كتاب المعاصر يا شباب. نبدا بسم الله على بركه الله، وهنبدا اول جمله من الكي فوكابلري، واللي بتقول لك بسم الله الرحيم: تو مي بالنسبه الي، سكندري 3 سنه ثالثه ثانوي، از اور ان وجاب فراغ، اي ورك هارد تو اوفركم. بيقول لك انه بالنسبه لي سنه ثالثه دي كذا، مواصفاتها انها سنه كذا، انا اعمل بجد لكي اتغلب على كلمه اوفر كم، بمعنى يتخطى او يتغلب عليها. يبقى سنه ثالثه بالنسبه له اتشيفمنت انجاز، ولا سكسس نجاح، ولا انسبريشن اللي هي بيقولوا عليها الهام والحاجات اللي زي كده، ولا تشالنج تحدي. سنه ثالثه دي بالنسبه له تحدي، وهو بيسعى على بركه الله ان شاء الله ان هو باذن الله يتغلب عليها ويتخطاها ويروح للجامعه ان شاء الله. نتحرك مع صفحة 14 عشان نكمل التدريبات رقم الواحد للسبع شباب، واضح جدا قدامنا وبنكمل. بسم الله كده teenagers اللي هم المراهقين look forward to being totally، بيتطلعوا ان هم يكونوا تماما ايه بقى of their families، عن عائلاتهم، يبقوا ايه بقى inspiring ملهم، يعني حاجة تديك الهام، ولا independent مستقل، ولا impressive مؤثر، ولا administrative اداري. لا، المراهقين في فترة التينيجرز بيسعوا او بيكونوا حريصين ان هم يكونوا مستقلين تماما عن العائلات. في تقول لك فيها your performance، الاداء بتاعك has، ماله has ايه؟ us، ماشي كمل us اللي هي مفعول اللي هو نحن يعني. You are really talented، انت موهوب فعلا. طب يبقى ال performance اللي انت بتاعه ده بقى عمل لهم ايه بقى؟ evaluated قيمة، ولا كومبايند جمع ما بين حاجتين، ولا امبريسد، امبريسد جاي من الفعل امبريس يؤثر بمعنى اثر على، ولا بارافريز شرح شيء فسره. لا، الاداء بتاعه هاز امبريسد، عمل لهم بقى اثر عليهم تمام، او اداهم زي ما قلت نوع من التاثير زي ما بقول. طيب فرق بقول لك فيها اي بليف ذات تايم بلاننج، انا اعتقد ان تخطيط الوقت تنظيمه يعني is necessary if one wants to be، مهم جدا وضروري جدا لو الواحد عايز يبقى ايه، to be ايه، عايز يبقى ايه، achievement انجاز، ولا success ناجح، ولا determination عزيمه اصرار، ولا challenge تحدي. لا، success بمعنى ان تنظيم الوقت تمام، او ان انت تحط خطه لتنظيم وقتك، دي حاجه ضروري جدا لو انت عايز تكون انسان ناجح. نتحرك مع جمله خمسة، واللي بيقول لك فيها the job of a secretary is mainly، وظيفة السكرتير أو السكرتيرة بالأساس عبارة عن إيه؟ إيه هي إيه بقى؟ inspiring ماشي شيء ملهم، ولا independent مستقل، ولا impressive مؤثر، ولا administrative إداري. administrative إداري، لأن السكرتير بيعمل حاجات إدارية، يشوف الخطابات، ينظم مواعيد، يعني حاجات لها علاقة بالناحية الإدارية في مجال العمل. نحرك الشاشة شوية يا شباب عشان نشوف الجملة رقم ستة، واللي بيقول لك فيها poets find nature، الشعراء بيجدوا ان الطبيعه مالها بقى، وخلصت الجمله، خلي بالك كده الجمله خلصت. طيب it is the source of the ideas for most poems، هي بتبقى مصدر الافكار لمعظم القصائد بتاعتهم. تبقى الطبيعه بالنسبه لهم ايه بقى؟ inspiring ملهمه، ولا independent مستقله، ولا impressed متاثر، ولا administrative اداري. الطبيعه بتبقى بالنسبه للشعراء inspiring ملهمه، تديهم نوع من الالهام علشان يكتبوا قصايد. في سبعه ولا فيها اي بيجان، انا بدات كذا ات 14، يعني بدا كذا وهو عنده 14 سنه. اند ات 20 ولما وصل 20 سنه اي جوت انتو بوكسنج، انتقل لرياضه البوكسنج تمام. طيب يبقى بدا ايه بقى؟ بيجان فاليو، فاليو معناها يقيم شيء او تنفع بمعنى قيمه، ولا باور ليفتنج، باور ليفتنج اللي هي رفع الاثقال والحاجات ده هي، ولا بوليو ده والعياذ بالله ربنا يعافينا مرض شلل الاطفال، ولا سندروم دي المتلازمه، طبعا هو بيقصد بها داون سندروم اللي هي متلازمه داون تحديدا اللي هي جايه سيرتها في الوحده دي. طيب هو بدا، خلي بالك هو بيتكلم عن رياضه، الرياضه اللي هو بيتكلم عنها اللي هو حاليا او اللي وصل لممارستها كانت البوكسنج تمام، يبقى اكيد بداها، بدا بقى وهو بيعمل ايه بقى؟ باور ليفتنج اللي هي الرياضات بتاعت رفع الاثقال.
في 8 بيقول لك فيها از رايتر ككاتب نجيب محفوظ، وده طبعا كاتب مصري معروف جدا. فاوند وجد ايه بقى نجيب محفوظ؟ وجاي في فراغ فور هيز هيز نوفلز للروايات بتاعته ان ذا كايرو سوسايتي اراوند هيم، في المجتمع المصري او تحديدا مجتمع القاهره المحيط بيه. طب وجد فيه ايه بقى نجيب محفوظ؟ اتشيفمنت انجاز ولا سكسس نجاح ولا انسبريشن الهام ولا تشالنج تحدي؟ لا، هو وجد الانسبريشن الهام في المجتمع المحيط بيه. ليه؟ لان ابطال قصصه وحكاياتها كلها مستوحاه الى حد كبير، يعني طبعا مش بنسبه 2% طبعا، من البيئه المحيطه به في منطقه القاهره او في القاهره تحديدا. في تسعه بقول لك فيها وي هاف، احنا ايه يا عمي؟ significant success. significant success معناها نجاح ذو دلاله، يعني نجاح باين واضح زي ما بيقولوا so far حتى الان. طيب يبقى تبقى ايه دي؟ challenged تحدى، achieved انجز حقق، ولا overcome تغلب على شيء او تخطاه، ولا treated تيجي بمعنى عمل عالج، كله في حسب الجمله انت هتشغلها فيها. طيب هم دلوقتي النجاح اللي هم حققوه، النجاح اللي هم وصلوا له كان ايه بقى؟ يبقى نقول we have achieved significant، حققوا او انجزوا نجاح ذو دلاله ونجاح واضح زي ما بيقولوا. 10 بيقول لك فيها رونالدو، ده طبعا لاعب كره قدم، از اور ان، ماله رونالدو ده؟ ماشي فوتبول، ماشي يا سيدي. ها موست فانز ادماير هيم، معظم المشجعين بيحبوا او معجبين بيه زي ما بيقول. طيب بيقولوا عليه ايه بقى كده؟ افريج، متوسط يعني في المعدل العادي يعني، ولا اندبندنت، مستقل، ولا امبرسيف، مؤثر، ولا ادمنستريتيف، اداري؟ لا، رونالدو ده از ان امبرسيف فوتبولر، يعني لاعب كره قدم مؤثر او له تاثير. طب نتحرك مع الجمله رقم 11 واللي بيقول لك فيها ذا جريت اتشيفمنتس دكتور زويل ميد، الانجازات العظيمه اللي حققها دكتور زويل، طبعا ربنا يرحمه لانه توفي الله يرحمه، يانج ساينس العلماء الشباب، عمل لهم ايه الانجاز ده؟ خلاهم ايفالويت يقيم، ولا كومباين يجمع حاجات مع بعضها، ولا سامرايز، سامرايز بمعنى يلخص شيء، ولا انسباير يلهم؟ انسباير يلهم، يبقى الانجاز اللي وصل له الدكتور زويل ده شيء او ايه بقى، نوع من الالهام للعلماء في سن شابه او الشباب. الناس بيقول فيها winning the gold medal، الفوز بالميداليه الذهبيه in the Olympics، في الالعاب الاولمبيه، the best، هو افضل ايه؟ I have made، انا عملته او وصلت له. the best يبقى achievement، انجاز، ولا syndrome، المتلازمه، ولا inspiration اللي هو الالهام، ولا challenge، تحدي. لا طبعا ان انت تاخد ميداليه ذهب ده بيبقى the best achievement، اجابتنا في الجمله رقم 12. 13 بقول لك فيها criminals، المجرمين مالهم بقى؟ the authority، سلطه of law، للقانون، سلطه قانون، المجرمين بيعملوا ايه لسلطه القانون؟ so they are punished by law، ولذلك بيتم معاقبتهم بهذا القانون اللي هم تحدوه. طيب يبقى challenge يتحدى، achieve ينجز، overcome يتخطى، و treat يعالج. criminals challenge، المجرمين بيتحدوا القانون لانهم طبعا ايه بيخرقوه. طب نتحرك مع العنوان الثاني ومنه نشوف كمان رقم الصفحه اللي شغالين عليها، اللي هو بيقول لك important vocabulary، مفردات ايه ذات اهميه. طب العدد ما كانش مهمه؟ لا مهمه، بس دي اكتر شويه. واحد بيقول لك فيها I sent my complaint، انا ارسلت الشكوى بتاعتي to the local، ايه؟ local معناها محلي. طب ايه هو المحل اللي انت بعته له ده؟ quote، quote بمعنى يقتبس، يعني تاخد جمل من حد قالها او من نص او حاجات زي كده. disability معناها اعاقه، رول موديل بمعنى نموذج يحتذى به، وكونسلر اللي هو بيقولوا عليه عضو مجلس. طب خدها بقى، خدها دي، انا هاخدها كونسلر هي اجابه، نقول ايه؟ ذا لوكال كونسلر بمعنى عضو مجلس محلي زي ما بيقولوا، تمام؟ 15 بيقول لك وي نيد تو، احنا بحاجه الى كذا، ايه يا عمي؟ ذا نيو سيستم، النظام الجديد، تو سي هاو ماتش، عشان نشوف مقدار وي هاف اتشيفد اللي احنا انجزناه. طب محتاجين نعمل ايه للسيستم ده؟ ايفالويت، ايفالويت بمعنى يقيم شيء، يحدد قيمته، ولا كومباين يجمع، ولا امبريس يؤثر، ولا انسباير يلهم؟ لا احنا محتاجين نقيم النظام الجديد علشان نشوف الانجاز اللي احنا وصلنا له او حققناه قد ايه. 16 بيقول لك فيها اي هاف ا كازن، انا عندي ابن عم هو سفرز فروم داونز، ايه؟ اللي بيعاني من داون، ده اسم الشخص، بس داون ده ليه حاجه اسمها متلازمه داون. ايه متلازمه داون دي؟ دي عباره عن مرض معين ربنا يعافينا، بيكون ليه بيؤدي، تلاقي ان الاشخاص بيبقى عندهم للاسف تاخر عقلي، وبيبقى لهم مواصفات بدنيه ووشه ليه شكل معين يعني، وتلاقي ان الاشخاص دول بيبقوا متاخرين ذهنيا والحاجات اللي زي كده يعني، فبيقولوا عليها متلازمه داون، ده اسمها كده، اسم المتلازمه. طب قال داون موجوده بفضل كلمه متلازمه اللي هي سيندروم، دور عليها بقى، فاليو قيمه،
باور ليفتنج رفع الاثقال، بوليو اللي هو العزو اللي هو الاطفال ربنا يعافينا، وادي سيندروم اهي. انت عندك ايه بقى؟ انا عايز ايه بقى؟ انا عايز داونز سيندروم اللي هي متلازمه داون، ربنا يعافينا جميعا. طيب في 17 بيقول لك فيها I believe that، انا اعتقد اني كذا is one of the top ingredients، واحد من المكونات الاساسيه للنجاح of success، اللي هي ايه بقى؟ ايه الحاجه المكون الاساسي ده؟ determination العزيمه، الاصرار، presentation اللي هي العروض التقديميه، زي ما حد بيقدم حاجات على الباوربوينت، زي ما احنا القاعده بتاعتنا احنا بنشرحها لك باوربوينت، فده اسمه presentation. opportunity بمعنى فرصه، و championship بمعنى بطوله. الديترمينيشن شباب هو النقطة المهمة جدا أو المكون الأصلي للنجاح. في 18 بيقول فيها I was careful to attend Professor سلمس كذا، أنا كنت حريص إن أنا أحضر إيه بتاع الحاجات اللي إيه اللي يخص الدكتورة سلمى دي؟ إيه الأستاذة الجامعية؟ فوتس، فوتس بمعنى يصوت يعني يدي صوته في الانتخابات، ولا افريجز، كلمة افريجز جاية من كلمة متوسط، ولا ليكتشرز محاضرات، ولا بارالمبيكس اللي هي الالعاب الاولمبيه، لي زي ما بيقولوها زمان كانوا بيقولوا عليها للمعاقين، دلوقتي غيروا اسمها خلوها لاصحاب الهمم. تمام، هنقول طبعا الاستاذ الجامعيه سما اكيد بتدي سلمى بتدي ايه بقى؟ بتدي ليكتشرز. نتحرك مع صفحه 15 عشان نكمل التدريبات اللي جايه مع الوحده السابعه، اول وحده في الفصل الدراسي الثاني اللي عنوانها عندنا كان مينينج اوف سكسس، معنى النجاح. تصدقوا لك فيها teenagers like it when، اللي هم المراهقين بيحبوا كذا، عندما ايه؟ لما انت ايه؟ them like grown ups، لما انت عايز اقول لك لما انت تعاملهم يعني كانهم راشدين او كبار زي ما بيقولوا. challenge بمعنى يتحدى، وتجمع على تحدي. challenges overcome يتخطى ويتغلب على، وتريت يعامل او يعالج، حسب الجمله هتيجي هنا بمعنى يعامل، يعني المراهقين بيتبسطوا قوي ويحبوا قوي ان انت تعاملهم كاشخاص راشدين. هشيم ولا فيها ماي فادر از، والدي كذا، ماله بقى؟ اباوت فوتبول، بخصوص كرة القدم. هي نيفر ميسز واتشينج ا ماتش، مش بيفوت مباراة. ماشي يا عم، يبقى الراجل ده يبقى انثوسيستيك، متحمس، سيجنيفيكانت، ذو دلالة، ميل ذكر وفي ميل انثى. طبعا الراجل مش بيفوت ماتش كورة، يبقى صفته ان هو انثوسيستيك. اكسجين اند هيدروجين، مش محتاجة ترجمة، مالهم بقى؟ تو ميك ووتر، عشان يعملوا لك المية، يبقى بيعملوا ايه بقى؟ ايفالويت، يقيم، كومباين، يتحد، امبريس، يؤثر، انسباير، يلهم. طبعا كومباين لان الاكسجين والهيدروجين هم الاثنين بقى كومباين عشان يدوك ميه. ادينا شو بيقول فيها I want to go out until I finish، انا مش هطلع حتى انهي ايه بقى؟ ان هاند، ان هاند معناها اللي في ايده يعني. طيب فاسيليتي، فاسيليتي ليها اكتر من معنى، ممكن تيجي بمعنى تسهيل لشيء وتيجي بمعنى مرفق، وتاسك بمعنى مهمه او عمل انت بتاديه. بوليو اللي هو العزو اللي هي الاطفال قلنا عليها، وسندروم المتلازمه. طيب احنا هو عايزين هي التاسك اللي في ايده، يعني في ايده شغلانه بيعملها، مهمه بيعملها، حاجه بيأديها، مش هيطلع غير لما ينهيها او يخلصها. في جمله ترجمه لك فيها I look up to my father، انا انظر الى والدي على انه ايه بقى؟ بيتطلع اليه، او عايز اقول لك ان ابوه ده هو يعني، هي واضحه كده ان هو مثله الاعلى زي ما بيقولوا. هي از ماي ايه؟ كوت بمعنى يقتبس، ولا ديسابيليتي اعاقه، ولا رول موديل نموذج يحتذى به، ولا موديل عندك حاجه اسمها موديل فيربس اللي احنا بنقول عليها الافعال الناقصه، شال ويل والحاجات دي. لا، هو والده بالنسبه له رول موديل، نموذج يحتذى به او مثل اعلى زي ما بيقولوا. طب نتحرك مع جمله رقم 24 واللي بيقول لك فيها I won't understand this poem unless، انا مش هفهم القصيده دي unless it is ايه؟ لحد ايه؟ او ما لم، او اذا لم ايه بقى؟ lifted، lifted معناها رفع. interested عندك معناه ايه؟ جاي من interest، اهتم، interest مهتم. impressed بمعنى اثره، paraphrased بمعنى تم شرحها او تفصيلها، هي دي. unless it is paraphrased، بقول لك انا مش هفهم القصيده دي الا اذا تم شرحها. في 25 بيقول لك فيها the first symptoms، الاعراض الاوليه of كذا are fever، الحمى والعياذ بالله، headache، الصداع، and a stiff neck. ستيف نيك بيقولوا عليه تصلب في الرقبه، ربنا يعافينا طبعا جميعا. يبقى دي اعراض ايه دي؟ ربنا يعافينا. فاليو قيمه، باور ليفتنج رفع الاثقال، بوليو اللي هو شيل الاطفال ربنا يعافينا، وسندروم المتلازمه. لا طبعا ايه؟ بوليو اللي هو العياذ بالله الشلل، ربنا يعافينا، ده ايه اللي يعني الحكايه بتاعته. سيرش بيقول فيها جيفنج، اعطاء كذا، او خلي بالك ممكن ما يكونش معناها اعطاء، نصبر شويه، ربما يكون معناها تقديم او ان انت تعمل ده يعني. needs a lot of careful preparation، تحتاج العديد من
التجهيز او الكثير من التجهيز اللي فيه حرص يعني. طب انت بتعمل ايه هنا كده؟ ديترمينيشن عزيمه اصرار، برزنتيشن عرض تقديمي او تفسيري، وده زي ما قلت لك موضوع الباوربوينت اللي احنا بنعمل لك بيه القاعده. القاعده اللي انا بديها لك على القناه دي بشرحها لك باوربوينت، وده برنامج من برامج السوفت وير. طب opportunity فرصه او تشامبيون شيب بطوله، giving a presentation ان انت تقوم بعمل عرض تقديمي او عرض توضيحي او تفسيري، دي الاجابه في جمله 26. سبب جمله فيها despite her disability على الرغم من الاعاقه اللي هي بتعاني منها، she won the gold in the فازت بالميداليه الذهبيه في ايه؟ اولمبيكس الالعاب الاولمبيه، ولا افريج متوسط، ولا ليكتشر محاضره، ولا بارالمبيكس العاب اولمبيه برضو. الله، طب ما هي فازت بميداليه ذهب، طب انت جايب لي كلمتين معناهم العاب اولمبيه. اه بس خلي بالك من حاجه، ان بيقول لك ديسبايت على الرغم ان من اعاقتها، يبقى اولمبيكس ما تنفعش معايا، لان اولمبيكس هي الالعاب الاولمبيه للاشخاص العاديين، انما انا عايز ايه؟ عايز بارالمبيكس. بارالمبيكس هي الالعاب الاولمبيه اللي حاليا زي ما قلنا اطلقوا عليها اسم ايه؟ ذوي الهمم، اللي هم الاشخاص اللي لديهم اعاقه معينه. طبعا ربنا يعافينا جميعا. نتحرك مع الجملة رقم 28 اللي فيها My father has played a والدي لعب كذا role in my life، دور كذا في حياتي. I am all his، أنا كل لي زي ما بيقولوا، أنا كل ملكه. يبقى إيه الدور اللي لعبه أبوه في حياته؟ enthusiastic متحمس، significant واضح ذو دلالة، male ذكر وفي male أنثى. والده لعب في حياته significant role، دور واضح أو ذو دلالة أو ذو دلالة زي ما بيقولوا. طب نتحرك مع الجملة رقم 29 بيقول لك فيها مسز نادين، السيدة نادين مالها بقى؟ ماي سكرتيري، السكرتيرة بتاعته. هو بيعرفها بيقول لك مين الست نادين دي يعني، انت مش عارف مين السيدة نادين، فقال لك ان هي السكرتيرة بتاعته. ذا لونج ريبورت، التقرير الطويل خالص الكبير ده، ان اونلي تو بيجز، في صفحتين بس. يبقى عملت ايه للتقرير؟ ايفالويتد قيمته، ولا كومبايند جمعته، ولا سمرايزد لخصته، ولا انسبايرد الهمت بقى؟ لا، هي لخصت سمرايز التقرير اللي كان ما اعرفش صفحه، خليته كله صفحتين. في تقدم اللي فيها اور سيتي لاكس، المدينه بتاعتنا تفتقر الى ذا كار باركينج. ذا كار باركينج اللي هو بتاع ده بيركنوا فيه العربيات ده. طب تفتقر الى ايه بقى؟ فاسيليتي بمعنى مرفق او تسهيل في الشيء ده، ولا تاسك مهمه، ولا بوليو، ولا سيندروم. لا، بتفتقر ل كار باركينج فاسيليتي، ما عندهاش بقى حكايه او مرفق لموضوع ركن السيارات. الجمله اللي بيقول فيها اي ثينك ليفربول، وده طبعا نادي معروف، ويل وين ذا، هيفوز بيه، سوف يفوز بيه بقى ذيس يير، هذا العام. ديترمينيشن عزيمه، اصرار، برزنتيشن عرض تقديمي، اوبورتيونيتي فرصه، ولا تشامبيون شيب بطوله رياضيه. تشامبيون شيب، يبقى ليفربول هيفوز بيه للتشامبيون شيب. الجملة اللي بتقول فيها هي won ذا، هو فاز بإيه؟ and became a member of the local council، وأصبح عضو في المجلس المحلي. طيب يبقى فاز بإيه؟ won ذا the vote، vote اللي هي الانتخابات، ولا average متوسط شيء أو بمعدل متوسط، ولا lecture محاضرة، ولا paralympic. paralympic اللي هي الألعاب الأولمبية لذوي الهمم. لا، هو he won the vote بمعنى فاز أو كسب الانتخابات زي ما بيقولوا. في تدمر في sometimes احيانا، وجيب لك كومة ماشي، is what encourages a person، الشيء ده احيانا الشيء ده هو اللي بيشجع الشخص ماشي، to prove لكي يثبت he is not less than ordinary people، هو مش اقل من الناس العاديه. يبقى ايه الشيء ده؟ كوت يقتبس، disability اعاقه، رول موديل اللي هو المثل الاعلى او النموذج اللي احتذى به، ولا كونسلر اللي هو عضو مجلس محلي زي ما بيقول، او عضو مجلس disability الإعاقة. أحيانا الإعاقة بتبقى هي الشيء الدافع للإنسان، عشان لا يا عم أنا مش أقل من الناس دي، ده أنا ممكن يكون عندي إمكانيات أفضل منه. في جملة 14 بيقول لك فيها take this job، خد يا عم الوظيفة دي يا عم عمر. طيب ماشي، it is our and، ده مواصفاتها كذا، that is rarely available، والحاجة دي نادرة إنك أنت تلاقيها يعني. طب إيه اللي موجود في الـ في الـ في الـ الوظيفة دي اللي أنت نادر تلاقيها؟ determination عزيمة إصرار، ولا presentation عرض تقديمي، ولا opportunity فرصة، ولا championship لا فرصة. يا عم الحق اجي خد الوظيفة دي، ده الفرصة اللي فيها مش هتلاقيها. طيب نتحرك مع الجملة اللي بعدها، جملة رقم كام؟ جملة رقم 35، وندخل لعنوان جديد اسمه definitions، تعريفات. يعني بدءا من دلوقتي هيبدأ يديك تعريفات عدد في الجزء ده من الوحدة اللي هو الدرس الأول والثاني من الوحدة 7. طيب
الجملة خمسة بيقول لك فيها a وجاي في فراغ is a member of a council، كذا هو عبارة عن عضو في مجلس. طيب بنقول عليه كونسلر، كونسلر خلي بالك من الحروف، كونسلر اللي انت شايفه قدامك طبعا هما بيتفقوا الكلمتين اللي هما كونسلر بنفس يعني النطق الى حد ما قريب جدا، واول اربع حروف سي او يو ان، حتى لحد السي بص سي او يو ان اهي، بص سي او يو ان زي بعض، لكن الفرق في ان الاس سي اي ال او ار دي ده مستشار اللي هو الناس بتاخده تستشيره ينصح على معلومات، لكن الكونسلر بالسي اي دبل ال او ار ده عضو مجلس، عضو مجلس محلي مثلا. تمام كده، ده اللي هناخده اجابه. يبقى الكونسلر ده عضو ايه؟ عضو في مجلس. تشالنج معناه تحدى، وراه الموديل نموذج يحتذى به. تتحرك مع صفحه 16 عشان نكمل تدريبات اللي جاء على الفوكابلري للدرس الاول والثاني من الوحده 7 بتاعنا. في سته بيقول لك فيها اور ان كذا ما نعم لك اذا جود ايديا، فكره جيده، اباوت وات يو شود دو، عما يجب ان تفعله، رايت تكتبه، سي تقوله، اتسيت الاخر. طيب سبيشالي وان ويتش يو جيت سادنلي، وخصوصا الواحده اللي بيجي لك فجاه كده، يعني كده ايه، يعني زي ما بيقولوا ايه، بيبعتها لك كده ربنا هديه. يبقى ده ايه بقى؟ انسبيريشن الهام، فاليو قيمه، تشالنج يتحدى، رول موديل مثل اعلى. انسبيريشن الهام، الحاجه اللي انت ايه كانها يقول لك كانه الوحي نزل عليا. ساوند بدا في فراغ means confident، كذا معناها ثقه، and able to do things، والقدره على ان انت تعمل شيء by yourself بنفسك، in your own way بطريقتك، without needing help بدون ما تحتاج مساعده or advice او حتى نصيحه from other people من اخرين. يبقى دي ايه؟ specific محدد، independent مستقل، تمام، او الاستقلاليه، ولا خلي بالك في اندبندنت اقصد بها ان تكون انسان مستقل عن الاخرين يعني. اكستريم بمعنى متطرف، وامبرسيف مؤثر، لا طبعا اندبندنت، اندبندنت ان تكون انت انسان مستقل، ده معنى انت ايه؟ ان انت عندك ثقه في نفسك وقادر تعمل الاشياء لوحدك وحاجات زي كده. في تمام ولا فيها تو ان انت تعمل كذا، قال لك از تو دو تو ديفرنت اكتيفيتيز، انك انت تقوم باداء نشاطين مختلفين ات ذا سيم تايم في نفس الوقت، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ كومباين، بتجمع ما بين حاجتين، اوفر كام بتخطى كذا، تريد يعالج او يعامل، ولا ايفالويت يقيم، لا انت هنا بقى بتعمل بقى تو كومباين، كومباين انا بجمع ما بين حاجتين. نتحرك مع جمله 39، خليها اللي ظاهره قدامنا واللي بيقول لك فيها something that is، شيء ما مواصفاته كذا، قال لك means معناه making you admire it، بيجعلك انك انت تعجب بيه، because it is very good، لانه جيد جدا، large حاجه كبيره، important مهمه. طب ايه دي؟ ايه هي الشيء ده بقى؟ يا ترى specific محدد، ولا independent مستقل، ولا extreme متطرف، ولا impressive مؤثر؟ هي دي اللي هناخدها impressive، تمام؟ something that is impressive، الحاجه المؤثره. في 40 بيقول لك اور ان ماله، قال لك is something كذا، هو عباره عن شيء ما، that this strength، بيختبر strength اللي هي القوه، skill المهاره، or ability او حتى القدره، especially وخصوصا in a way that is interesting، بطريقه شيقه. طب ده اللي هو ايه؟ inspiration الهام، value قيمه، challenge تحدي، role model مثل اعلى، ده challenge بقى هو اجابتنا في الجمله رقم 40. 41 بعد بفراغ قال لك كذا means relating to the work of managing company، كذا شيء ده له علاقه به، له علاقه بعمل managing بمعنى اداره، a company شركه or organization او منظمه، اللي هو ايه ده؟ administrative اداري، independent مستقل، impressive مؤثر، ugly قبيح، administrative اداري، مش احنا بنقول بيقول لك ايه managing اداره، هو عباره عن عمل الحاجه اللي لها علاقه باداره الشركات والمنظمات، يبقى administrative. 42 بدأ بيقول لك كذا، ايه هو اللي ده؟ قال لك is something، ده شيء مال بقى، that people may have as part of their character، اللي الناس ممكن يكون موجود عندها كجزء من شخصيتها. طيب for example courage or intelligence، على سبيل المثال الشجاعه او الشجاعه وانتليجنس اللي هو الذكاء. طب ايه الشيء ده؟ يا ترى كونسلر اللي هو المستشار، ولا كونسلر عضو مجلس، ولا تشالنج تحدي، ولا كواليتي، كواليتي بمعنى صفه معينه او جوده معينه زي ما بيقولوا، هي دي اللي هناخدها، كواليتي اللي هي صفه معينه، هي عباره عن ان حاجه بتبقى موجوده في من شخصيتك انت، زي مثلا الشجاعه والذكاء، دي كواليتي، تمام؟ طيب نتحرك مع الجملة الأخيرة
وبيقول لك تو ان انت تعمل كذا، قال لك ايه؟ is to give a piece of information، انك انت تدي معلومه that is written down somewhere. المعلومه دي بتبقى مكتوبه في مكان ما. انت تعمل ايه بقى؟ combine يجمع ما بين حاجتين، overcome يتغلب، quote يقتبس، evaluate بمعنى يقيم شيء، quote quote بمعنى يقتبس. انت بتقتبس حاجه من كلام حد، من نص مكتوب، من قصيده كده يعني. تمام شباب؟ طيب كده بيبقى انتهى الفوكابلري اللي جاي على الدرس الاول والثاني من الوحده 7، لكن ان شاء الله تدريباتنا معاك لم تنتهي ان شاء الله، ولن تنتهي باذن الله حتى ان شاء الله نوصلك الامتحان باذن الله وانت مطمئن تماما. ان شاء الله انتظرنا في المزيد من فيديوهات شرح قواعد المنهج بتاعتك وحل مجموعه التدريبات مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر يوسف عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.